أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه أرسل للجهة الإدارية محاضر مجلس إدارته والتي تضمنت بند الحساب الخاص، ولم يكن هناك اعتراض، وهو ما يؤكد صحة موقف الزمالك خاصة بعد غلق هذه الحسابات تماما. مع مجلس إدارة للجهة الإدارية خلال 15 يوم، انا وريتكم جوابات الجهه الاداريه، اي ملحوظه في اي بند انت خدته في قرار بتبعت لك تقول لك لا ده غلط صلحه. طب انت بعت لك ما قلتليش ده غلط، زي ما قلتلي حاجات كتير ده غلط ليه؟ دليل انك انت خلاص اعتمدته، يبقى مش احمد زكي اللي اعتمد، لا ده مديريه الشباب والرياضه وزير الشباب اللي اعتمده. الانتخابات تمت واتقفل الحساب خلاص، يعني قصه كمان الحساب مفتوح ده اتقفل خلاص. فاللجنه جت اول حاجه طلبت هاني زاده يكشف حسابه، سريه حساباته كشف شخص. كشف وده غلط، لكن لانه واثق من نفسه كشف. اتنين، خدت الحساب من البنوك، النهارده جاي لي مثلا في فلوس كهرباء مثلا يعني مليون دولار. طيب هاني السلام يوم كام؟ يوم 1/1 مثلا، يعني الساعه كام؟ الساعه 9 دولار ولا مصري دولار؟ سلمهم النادي امتى؟ 1/1 الساعه 9:05، يعني اذا ساعه ما استلمهم سلمهم للنادي، سلمهم للنادي دخلوا خزينه النادي دولار.